مقابيل كل لبناني بعده بلبنان في ثلاثة بالاغتراب، يعني أكثر من 12 مليون مغترب بكل أنحاء العالم. بس من خير هالمغتربين كلهم، اللبناني اللي باقي هون صامت بأرضه. والخير لقدام. أنت وأنت أنتوا خليتوا لبنان واقف على جرايبي أصعب الأوقات. أنتوا ثروة لبنان الحقيقية. بس اليوم كل لبناني قد ما بعد رح يرجع يعيش لبنان معنا. ليف لبنان، عيش لبنان. مبادرة بنفذها برنامج الأمم المتحدة لتنمية الضياع بكل لبنان بدعم من الاغتراب اللبناني. من كل لبنان للبنان. قد ما كانت المساهمة بسيطة رح تعمل فرق كبير. لأنه كتار، لأنه قلبنا على وطننا، على أهلنا، لأن لبنانية. أهم شيء أن لبنانية. إنك لبناني، إنك لبنانية. يمكن تسألوا كيف فيكن تساعدوا؟ صراحة ما بعرف كيف. أنا رح لكم، زوروا livelebanon.org. عيش لبنان، مشاريع انمائية بكل لبنان، بكل الضياع. فيك تختار وين تساهم، حتى لو اعطيت دولار واحد، 1000 ليرة، 2000، 3000 ليرة. لو اعطيت دولار واحد بس، لو اعطيت 1000 ليرة بس، 12 مليون لبناني مغترب اكيد بيعملوا فرق. نزلوا الاب livelebanon واعطيه لبنان. عيش لبنان، عيش لبنان، عيشوا لبنان، والخير لقدام.